السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في هذا التمرين الشامل من تمارين دراسة الدوال العددية. إذا التمرين غادي نحاول ندرسو الدالة اف الاكس كتساوي 1 على 3 اكس اس 3 ناقص 4 اكس. عندي مجموعة من الأسئلة، أسئلة هي شاملة. إذا هذا الجزء الثاني من التمرين. إذا نبدأ بأول سؤال اللي هو كالعادة مجموعة التعريف، إذا تحديد دي ديال اف. إذا عندنا الدالة عبارة عن حدودية، وبالتالي مجموعة التعريف ديال الدالة الحدودية هي ار. إذا دي اف كتساوي لنا ار، لأن اف دالة حدودية. السؤال الثاني، أدرس زوجية الدالة F، يعني واش الدالة زوجية أو فردية. كتذكير بالنسبة لزوجية الدالة فعندنا شرطين. الشرط الأول بالنسبة للدالة الزوجية خصها تكون مهما يكون X كتنتمي لديت F ناقص X كتنتمي لديت F، و F ديال ناقص X كتساوي F ديال X. إذا والدالة الفردية نفس الشرط الأول، ولكن الشرط الثاني f ديال ناقص x كتساوي لنا ناقص f ديال x. إذا لقيت هاد الحالة غتكون دالة زوجية، لقيت الحالة الثانية غتكون دالة فردية. إذا زوجية الدالة، إذا بما أن أو لدينا لكل x كتنسامي ال r ناقص x كتنسامي ال r. طبيعة الحال ف x ناقص x بجم كينسامي ال r، لأن r كتضم جميع الأعداد. إذن الشرط الأول محقق. دابا ندوزو الشرط الثاني اللي هو f ديال ناقص x. كنعوضو x بناقص x، إذن 1 على 3 x أس 3، إذن هي ناقص x لكل أس 3 ناقص 4. كنعوضو كذلك x بالعدد ناقص x أو بالمتغير ناقص x. إذن 1 على 3 ناقص x أس 3، 3 عدد فردي، إذن ناقص x أس 3 هي x، هي ناقص x أس 3. ناقص 4 في ناقص x كتعطينا زائد 4 x. إلى عملنا بالعدد ناقص 1 فغيولي عندنا 1 على 3 x أس 3. عملنا بناقص، إذا الإشارة كتبدل ديال الحدود، وبالتالي كما كنشوفو إذا ناقص، وهاد التعبير هذا فهو f دو x، إذا ناقص f ديال x. إذا هذه دالة فردية، إذا f دالة فردية. السؤال الموالي، أحسب نهاية f عند محدات d ديال f. إذا d f هي r، يعني المحدات هي موال لانفيني و بلوس لانفيني. إذا نبداو بالنهاية في موال لانفيني، إذا الدالة هي دالة حدودية، وبالتالي النهاية ديالها في لانفيني هي نهاية الحد الأكبر درجة، والحد الأكبر درجة هو x أس 3. إذا 1 على 3 x أس 3، موان لانفيني أس 3 هي موان لانفيني. نفس الطريقة بالنسبة للنهاية في بلوس لانفيني، إذا دالة حدودية يعني النهاية هي نهاية الحد الأكبر درجة اللي هو 1 على 3 x أس 3. ولعودنا بلوس لانفيني في x أس 3 غتجينا بلوس لانفيني. السؤال الموالي، دراسة الفروع اللانهائية. إذا لقينا النهاية في لانفيني عطاتني لانفيني، إذا غادي نشوفو فروع اللانهائية. نبداو بالفرع اللانهائي في موان لانفيني. إذا ليميت ديال f لx x تؤول إلى ناقص اللانهاية، لقيناها هي ناقص اللانهاية، إذا نحسبو
الليميت ديال اف لي اكس على اكس موالا الفيني. اذا هي الليميت ديال واحد على ثلاثة اكس اس ثلاثة ناقص ربعة اكس على اكس موالا الفيني. نعملو باكس باش نختزلو، اذا لان اللي درنا التعويض غيجينا الشكل غير محدد. اذا نعملو باكس غيجينا، الى عملنا باكس غيبقى واحد على ثلاثة، اذا عملنا باكس قاس اكس مربع ناقص ربعة على اكس، كنختزلو باكس تبقى ليميت ديال واحد على ثلاثة اكس مربع ناقص ربعة. هذه دالة حدودية، إذا النهاية ديالها هي نهاية الحد الأكبر درجة اللي هو واحد على ثلاثة إكس أس ربعة. إذا كتعطينا بلوس أو لا إكس أس اثنان، إذا كتعطينا زائد لا نهاية، لأن زائد لا نهاية أس اثنان هي ناقص لا نهاية أس اثنان هي زائد لا نهاية. إذا شنو كتعطينا هاد النتيجة هذه؟ لقينا الليميت ديال إف لإكس على إكس موال لانفيني هي بلوس لانفيني، إذا سي إف يقبل فرعا شجميا في اتجاه محور الأراتيب بجوار زائد لا نهاية. نفس الكيفية غادي نحسبو الليميت ديال اف لي اكس على اكس بلس لانفيني. إذا هي الليميت ديال واحد على ثلاثة إكس أس ثلاثة ناقص ربعة إكس على إكس. هنا يمكن نحسب النهاية بطريقة أخرى، فالدالة هاد التعبير هذا عبارة عن دالة جذرية أي حدودية لحدودية، وكنعرفو نهاية الدالة الجذرية في بلوس أنفيني هي نهاية الحد الأكبر درجة على الحد الأكبر درجة. إذا ليميت الحد الأكبر درجة هو واحد على ثلاثة إكس أس ثلاثة، والحد الأكبر درجة في المقام هو إكس. إذا نختزلو العدد إكس، إذا كيبقى لنا واحد على ثلاثة إكس أس اثنان عند التعويض كيعطينا زائد لا نهاية. لقينا الليميت إف لإكس على إكس زائد لا نهاية زائد لا نهاية، إذا سي إف يقبل ماذا؟ يقبل فرعا شجميا في اتجاه محور الأراتيب بجوار زائد لا نهاية. هنا كان بجوار ناقص لا نهاية، لأن إكس سأول إلى ناقص لا نهاية. السؤال الموالي، احسب مشتقات الدالة F وادرس إشارتها. إذا المشتقة ديال F عندنا مهما يكون X كنساوي R، F بريم ديال X تساوي ماذا؟ تساوي المشتقة ديال واحد على ثلاثة X أس ثلاثة ناقص ربعة X. إذا المشتقة ديال واحد على ثلاثة X أس ثلاثة هي X أس هي ثلاثة إكس أس ثلاثة ناقص واحد، إذن هي جوج. كنطبق عليها القاعدة ديال إكس أس أن، هي أن إكس أس أن ناقص واحد. وبطبيعة الحال تقول لي العدد واحد على ثلاثة، فحنا كنعرفو بأن الشقاق ديال أ إف إلا كان أ عدد ثابت هو أ إف بريم. إذن ناقص الشقاق ديال ربعة إكس هو ربعة. نختزلو بثلاثة يبقى إكس كاري ناقص ربعة. إذا حسبنا الدالة المشتقة، دابا غادي ندرسو الإشارة ديالها. إذا باش ندرسو الإشارة ديالها خصني دونك إشارة إف بريم هي إشارة إكس كاري ناقص ربعة. إكس كاري ناقص ربعة إلا حلينا هاد المعادلة غنلقاو إكس كاري كتساوي لنا ربعة. إذا إكس كاري، إذا إكس كتساوي لنا إما جذر ربعة أو ناقص جذر ربعة.
وجد الربعة هي جوج، إذا إكس كتساوي جوج أو إكس كتساوي لنا ناقص جوج. إذا إلا درنا الإشارة ديال إف بريم، إذا ناقص لا نهاية زائد لا نهاية، إذا الجذور هما ناقص جوج والجوج. إذا حنا شنو قلنا؟ قلنا الإشارة إف بريم هي الإشارة ديال إكس كاري ناقص 4، و إكس كاري ناقص 4 كتنعاد في ناقص جوج وفي الجوج، يعني هذه حدودية من الدرجة الثانية. إذا خارج الجذرين كيكون عندنا إشارة أ، و أ هي راه هي واحد، هي المعامل إكس كاري، وداخل الجذرين عكس إشارة أ. الآن دابا جدول التغيرات، إذا جدول التغيرات بطبيعة الحال كنسنجو من اف بريم. اذا حنا درسنا الاشاره ديال اف بريم، اف بريم ديال اكس مولن فيني ناقص جوج جوج، وعندنا بلس انفين. اذا اف بريم كتنعدم في الناقص جوج وفي الجوج، عندنا هنا زائد عندنا ناقص اف ديال اكس. إذا الدالة تزايدية من على المجال ناقص لنهاية ناقص جوج، وتناقصية على المجال ناقص جوج جوج، وتزايدية على المجال جوج زائد لنهاية. بطبيعة الحال حنا حسبنا النهاية في مولا انفيني ولقيناها مولا انفيني، وحسبنا النهاية في بلوس انفيني ولقيناها بلوس انفيني. هنا في هذا المكان هذا خصو يكون نحسب الصورة ديال اف ناقص جوج، وهنا كذلك الصورة ديال اف ديال جوج. إذا إلا خدينا الدالة وحسبنا اف ديال ناقص جوج، الدالة هي واحد على ثلاثة اكس أس ثلاثة ناقص أربعة اكس، إذا كنعوضو اكس بناقص جوج، واحد على ثلاثة ناقص جوج أس ثلاثة ناقص أربعة مضروبة في ناقص جوج. إذا واحد على ثلاثة ناقص جوج أس ثلاثة هي ناقص ثمانية، أي ناقص ثمانية على ثلاثة، وبالتالي وناقص أربعة في ناقص جوج هي زائد ثمانية. إلا وحدنا المقامات فغيجينا ناقص ثمانية على ثلاثة زائد 24 على 3، أي غيجينا 16 على 3. بنفس الكيفية غادي نحسب اف ديال جوج، إذا هي واحد على 3 جوج أس 3 ناقص 4 مضروبة في جوج، إذا غادي تجينا 8 على 3 ناقص 8. نوحدو المقامات غيجينا ناقص 16 على 3. إذا هنا غيجينا هنا ممكن نكتبو اف ديال ناقص جوج هي 16 على 3، وهنا نكتب القيمة ديال اف ديال واحد على جوج اللي هي ناقص 16 على 3. السؤال رقم 7، احسب أو حدد معادلة المماس الصيف عند اكس زيرو كتساوي لنا ناقص واحد. القاعدة العامة معادلة المماس كتكتب على الشكل هذا، معادلة المماس في اكس زيرو هي ايكغيك كتساوي لنا اف بريم ديال اكس زيرو اكس ناقص اكس زيرو زائد اف ديال اكس زيرو. اذا بالنسبة لنا حنا معادلة المماس في ناقص واحد، اذا هي اف بريم ناقص واحد اكس ناقص ناقص واحد اللي غتولي هي زائد واحد زائد اف ديال ناقص واحد. اذا خصني نلقى اف بريم ناقص واحد ونلقى اف ديال ناقص واحد. اف ناقص واحد كنعوضو في الدالة هي واحد على ثلاثة مضروبة فاش في ناقص واحد أس ثلاثة، خصني دائما نتبه للإشارات، ناقص واحد أو لا ناقص ربعة في ناقص واحد. إذا واحد على ثلاثة في ناقص واحد أس ثلاثة ناقص واحد أس ثلاثة هي ناقص واحد، أي
ناقص واحد على ثلاثة ناقص ربعة، فناقص واحد زائد ربعة ناقص واحد أس ثلاثة. المقام واحد هو ثلاثة، إذن 12 على ثلاثة أي 11 على ثلاثة. نحسب كذلك f ديال بريم ديال ناقص واحد، f بريم ناقص واحد غادي نحسبها في الدالة المشتقة. الدالة المشتقة لقينا f بريم ديال x كتساوي لنا x أس 2 ناقص 4. إذن غادي نعوض في الدالة المشتقة اللي هي ناقص واحد أس 2 ناقص 4. ناقص واحد أس 2 واحد أي ناقص 3. إذن دابا نعوضو في الدالة في المعادلة ديال المماس. دونك عندنا إف بريم ناقص واحد إكس زائد واحد زائد إف ديال ناقص واحد. إف بريم ناقص واحد لقينا القيمة ديالها هي ناقص 3، إكس زائد واحد إف ديال ناقص واحد لقيناها هي 11 على 3. نبسطو هاد الكتابة، إذا نديرو النشر، إذا ناقص 3 في إكس هي ناقص 3 إكس، وناقص 3 في زائد واحد هي ناقص 3 زائد 11 على 3. نحسبو هاد العددين، إذا المقام واحد هو 3، يعني غتكون عندنا ناقص 9 على 3 زائد 11 على 3. دونك عندنا ناقص 9، نكتبوها هنا ولا ندير هنا زائد ماشي مشكل. إذا ناقص 9 زائد 11 هي 2 على 3، وبالتالي معادلة المماس هي ناقص هي إيكغيك كتساوي ناقص 3 إكس زائد 2 على 3. الآن السؤال رقم 8، أدرس تقاطع CF مع محوري المعلم. إذا في الشق الأول غادي نشوفو تقاطع CF مع محور الأفاصيل. كيفاش كنديرو ندرسو التقاطع ديال CF مع محوري المعلم؟ إذا نبداو بمحور الأفاصيل. فإلا كان عندنا هذا معلم وعندنا هذا واحد المنحنى، فالمنحنى كيتقاطع مع محور الأفاصيل في هذه النقط هذه. هاد النقط هذه الأفصول ديالها متغير ولكن عندها نفس الأرتوب. إلا درنا الإسقاط على الزيرو على محور الأراتيب فغيجيني دائما الإسقاط هو صفر، يعني دائما إكغيك كتساوي لنا صفر، وبالتالي دائما غيتقاطع في واحد النقط اللي الأفصول ديالها أو الأرتوب ديالها صفر. إذا شنو كنديرو باش نلقاو الأفصول ديال نقط التقاطع؟ كنديرو كنحلو المعادلة إف الإكس كتساوي صفر. إذا نحل المعادلة f لx كتساوي صفر. f لx كتساوي لنا صفر، شنو كتعني؟ كتعني واحد على ثلاثة x أس ثلاثة ناقص ربعة x تساوي صفر. كنعملو ب x كيبقى لنا واحد على ثلاثة x مربع ناقص ربعة تساوي صفر. كان ممكن نعملو بواحد على ثلاثة نخرجوها حتى هي. إذا إلا عملنا بواحد على ثلاثة إكس باش تسهل ليا المعادلة كتبقى هي إكس كاري، عندنا ناقص ربعة وعملنا بواحد على ثلاثة إذا كنضرب في ثلاثة، إذا غتولي هي ناقص 12. إذا عندنا جداء ديال ثلاثة العوامل ديال جوج العوامل، عندنا واحد في ثلاثة راه كتخالف الصفر، إذا كيبقى لي إكس كتساوي لنا صفر أو إكس كاري ناقص 12 كتساوي لنا صفر. أي دونك إكس كاري ناقص 12 كتساوي لنا صفر، يعني إكس كاري كتساوي لنا 12 أو إكس كتساوي صفر. إذا إكس كتساوي لنا جذر 12 أو إكس كتساوي ناقص جذر 12 ودائما صفر.
جذر 12 الى بسطناها غتجي هي 4 في 3، يعني جذر 4 في جذر 3 يعني هي 2 جذر 3. اذا اكس كتساوي لنا ناقص 2 جذر 3، او اكس كتساوي 2 جذر 3، او اكس كتساوي لنا 0. اذا لقينا افاصيل نقاط تقاطع سي اف ومحور الاراتيب، او لو محور الافاصيل، وبالتالي ومنه نقاط تقاطع سي اف ومحور الافاصيل اللي هو او اكس. اذا هي عندنا ا، نسميها هذه النقط ان بي سي. اذا ا صفر، ودائما حنا قلنا الارسوب كيكون صفر، بي ناقص 2 جذر 3، والارسوب دائما منعدم، والنقطة سي اللي هي 2 جذر 3 صفر. الآن دابا تقاطع ديال السي اف مع محور الأراتيب. إذا عندنا تقاطع السي اف مع محور الأراتيب كيكون إلا كان كيكون في نقطة واحدة، يعني في هذه النقطة هذه، وبالتالي هذه النقطة إلا درنا الإسقاط ديالها على محور الأفاصيل دائما كنلقى الأفصول ديالها منعدم. يعني خد اي نقطة هنا دير لها الاسقاط غتجي الافصول كيساوي لنا صفر. اذا باش نحددو هاد النقطة هذه يكفي نحسبو اف ديال صفر. اذا و اف ديال صفر كتساوي لنا صفر، وبالتالي صفر صفر هي نقطة تقاطع سي اف ومحور الأراتيب اللي هو او يغريك. نمر الآن إلى السؤال رقم 9. السؤال يقول حدد مطارف الدالة اف إن وجدت. إذا شنو كنقصدو مطراف دالة؟ مطراف دالة يعني أن الدالة تقبل قيمة قصوى أو قيمة دونية أو قيم قصوى ودنيا. إذا إلى خدينا مثلا واحد الشكل بحال الشكل هذا، إذا هاد الدالة هذه تقبل قيمة قصوى في هاد النقطة هذه مثلا واحد. إذا كنقول اف دو واحد قيمة قصوى للدالة اف، في حين النقطة اللي كاينة هنا للإحداثية ديالها مثلا ناقص واحد على جوج. إذا هاد القيمة هذه اللي هي اف ديال ناقص واحد على جوج تسمى قيمة دونية للدالة اف. إذا فوكاش كنقول بأن الدالة تقبل قيمة دنيا أو قصوى اعتمادا على الدالة اف بريم. إلا كانت عندنا الدالة اف بريم تنعدم في واحد اكس زيرو مع تغيير الإشارة بلوس موان ولا موان بلوس، نقول بأن الدالة اف تقبل قيمة قصوى أو دنيا. دونك إلا كانت عندنا بلوس موان يعني كتكون عندنا الدالة تزايدية تناقصية. إذا في هاد الحالة كتكون عندنا هنا قيمة في هاد النقطة هذه اللي هي اف ديال اكس زيرو قيمة قصوى، وإلا كان العكس يعني ناقص زائد كيكون عندنا دالة تناقصية وتزايدية، وكتكون اف ديال اكس زيرو قيمة دونية للدالة اف. إذا حسب منح التغيرات ولا حسب جدول التغيرات كنلاحظو بأن اف بريم تنعدم ناقص جوج مع تغيير الإشارة، وكذلك تنعدم في اثنان مع تغيير الإشارة، وبالتالي تقبل قيمة قيم دنيا وقصوى. إذا لدينا اف بريم تنعدم وتغير إشارتها، إذا جوج ديال الأشياء خصها تنعدم وخص الإشارة ديالها تغير. إذا في اكس زيرو كتساوي لنا ناقص اثنان، و اكس زيرو بريم كتساوي لنا اثنان. اذا اف ديال ناقص جوج، اف ديال ناقص جوج، اذا هاد القيمة هادي اللي هي 16 على 3 قيمة قصوى للدالة اف. اذا اف ديال ناقص جوج اللي كتساوي 16 على 3، اذا هي قيمة
قصوى ل اف، و اف ديال الجوج اللي كتساوي لنا ناقص 16 على 3، اذا هي قيمة دونية ل اف. السؤال الاخير، انشئ سي ديال اف. اذا دائما الانشاء الهندسي او الشكل ديال الدالة، يعني منحنى الدالة، هو تلخيص ديال الدالة. اذا في الشكل كندير، كنحاول نجمع المعطيات اللي كنحتاجها في انشاء الشكل الهندسي. اذا اول حاجة كندير واحد المعلم، كنشأ واحد المعلم متعامد ممنظم. هنا عندي نقط تقاطع ديال السي اف مع محوري المعلم، سبق لنا باش استخرجناهم. اذا كنحطهم في المنحى في المنحنى. اذا عندنا النقطة الاولى اللي هي ناقص 2 جذر 3 0، عندنا 0 0، وعندنا 2 جذر 3 0، يعني المنحنى راه غيقطع محور الافاصيل في هاد النقاط هادو بثلاثة، وكذلك كيقطع محور الأرتيب في هذه النقطة هذه اللي هي 0 0. وعندي 16 على 3 قيمة قصوى، إذا هي هذه، يعني قيمة قصوى كاينة في النقطة ناقص 2 16 على 3، وقيمة دورية كاينة في النقطة 2 ناقص 16 على 3. حنا عندنا السي اف يقبل فرعا شجميا، إذا فرعا شجميا في اتجاه محور الأرتيب بجوار مولا انفيني و بلوس انفيني. إذا المنحنى طالع من مولا انفيني حتى لهاد النقطة هذه، إذا من مولا انفيني طالع، يعني غيطلع من هنا ويقطع محور الأفاصيل في النقطة ناقص اللي الأفصول ديالها ناقص 2 جذر 3، وغادي يطلع حتى لهاد النقطة هذه. إذا حتى النقطة اللي الإحداثية ديالها ناقص 2 16 على 3، ومن بعد خصو يولي يهبط. إذا دالة تناقصية كتقطع محور الأفاصيل في صفر صفر، ومن بعد كيهبط حتى لهاد النقطة هذه، والدالة كذلك كتولي ترجع تزايدية. وبطبيعة الحال عندها واحد الفرع شجامي، يعني كيكون على هذا الشكل هذا. إذا هذا هو منحنى الدالة F.